هلا رح ننتقل لزميلتنا آلاء بفقرة الأبراج، رح تحكي لنا كيف كل برج بسوق. صباح الخير آلاء. صباح الورد. صباح الخير. هلا الفقرة اليوم بس مختصة بالبنات صح؟ طبعا، يعني ما له علاقة أحمد بالموضوع. أنا دائما مستهدف البنات لحتى أساعدهم. يعني ليش؟ عفوا أحمد ما له علاقة، بس تحيز حسب شريكة حياته كيف رح تصير تسوق. عن جد بتعرفين على الجنس الآخر، بيهمك الموضوع. هلا إحنا البنات كتير شاطرين بالسواقة لأنه جداً. إحنا بنتبع القوانين. هلا شباب من هون لهون نقطع إشارة. يعني واحدة من القوانين بالنسبة لي أنا بسوق غير عادي. صح، وكمان واحدة من القوانين إنه نلاقي السيارة نازلة على درج مثلا. صح، هاي شاخصة مرورية بتكون. هاي الظرف اللي خلانا ننزل على الدرج. شو الظرف؟ ما بعرف، بس في ظرف أكيد. واحد تجاوز عنها 100%. هلا بنشوف. تفضلي ألاء. يا ونقول مرحبا يا أصدقائي من جديد بفقرتنا جديدة، مفتاحك من برجك طبعا. هلا بس قبل ما أبلش ب الفقرة اليوم، بدي أخبركم بموضوع إنه الأبراج مش على كل الناس بتنطبق أكيد، لأنه إحنا كل واحد فينا عايش في بيئة، فأكيد مش كلياتنا الصفات اللي بحكيها أنا بتنطبق على الكل. هذا بس توضيحي عشان ما حدا يزعل مني لما أحكي عن برجه. اليوم نحكي كيف بتسوقي السيارة حسب برجك. بلش مع امرأة الحمل، هاي المرأة النشيطة اللي دائما عندها حماس، دائما مستعجلة، دائما بدها تخلص بسرعة. سواقتها بالسيارة برضو نشيطة وبتسوق بسرعة كتير. حدا بحب السرعة؟ امرأة الحمل. وأحيانا من كتر حماسها وسرعتها وانشغالها بالأشياء دائما بتنسى مفتاح سيارتها، المفتاح بالسيارة، وبتنزل ركاض معجوعة بترد ترجع تجيب المفتاح. لكن سواقتها ماهرة جدا لان هي حدا عندها تركيز عالي. بنشوف امراه التور، هاي الامراه هي راكزه حتى بسواقه لكن عنيده جدا، هي شوفيره بسواقه لكن هي حدا كثير عنيد، ما بتتقبل ولا بتقبل انه حدا يفوت عليها او يتجاوزها. تركيزها كثير عالي بسواقه، مركزه بكل شيء حواليها، ما بتحب تلتهي بشيء او حتى بالتليفون، وبتحاول دائما تروح من الطرق المختصرة عشان ما تتأخر على موعدها لأن هي منظمة بالمواعيد. بنشوف امرأة الجوزاء، هاي الامرأة المجنونة الحماسية في كل إشي. هلا لأنك أنت حدا حماسي وبنفس الوقت حدا إذا إجا بباله موضوع ممكن يتشتت وهو عم بسوق. يعني مثلا هلا إجا ببالك موضوع، بدي أحكي مع صاحبتي أسألها عن الشغلة هاي، عادي ما عندهاش مشكلة، وهي عم بتسوق بتاخد تليفون وبتحكي، بس عندها تركيز برضه بالسواقة وعندها حماس وهي قاعدة بتحكي بالموضوع مركزة بكل إشي حواليها. هلا في عندها كمان شغلة إنها ما بتثق بحدا يسوق فيها، فبتلاقيها طول الوقت عم تعطي أوامر هو قاعد عم بسوق. هو صراحة جوزائيات صحباتي برضه نفس الشيء، كتير شاطرين بالسواقة. بروح امرأة السرطان، هي امرأة قانونية جدا بالسواقة وبتتبع كل خطوات الأمان وما بتحب تخاطر، بتحب السرعة لكن بتعرف وين أماكن ممكن إنها تسرع فيها. رائعة جدا بالسواقة، أمورها تمام، كتير بتستمتع. بالنسبة إلها القعدة ورا السيرينج هي المتعة، لكن بتعصب جدا لما حدا يضايقها متعمد، بتبلش لسانها يفلت وتبلش تحكي وتعصب كتير، قلبها جامد ما بتخاف من السواقة. امرأة الأسد لازم طول الطريق ضل مشغل الأغاني على العالي ومبسوطة ومروقة، كتير بهمها أول ما تطلع بالسيارة تشغل موسيقى، بتقول لك أنا هون بدي أسلطن وأنطرب قبل ما أبلش أسوق. بالنسبة إلها برضو السواقة هي ممتعة، بس كتير بتضل تزمر، ما بتحب الناس اللي بتمشي قدامها بالشارع تكون ماشية على مهلها، هي برضو بتحب السرعة عفوا، فبتلاقي أي واحد على مهلها بتضل حاطة إيدها على الزمور ليفتح لها طريق. بروح على امرأة العذراء، رائعة جدا بسواقة، هادية جدا بطريقة سواقتها وطرق والطرق اللي بتاخدها، بتحب حتى الصفة والاصطفاف للسيارة تاخده بدقة، يعني بالضبط جنب الرصيف، بالضبط جنب الحيط، جنب السور، بتحب حتى تصف بمثالية زي ما هي بحياتها يعني. وكمان بتحب قبل ما تطلع بالسيارة تتأكد إن كل أمور السيارة تمام، وبس تيجي تنزل نفس الشيء عشان الأمان. امرأة الميزان، هاي المرأة تاخد وقت طويل في كل إشي، بس تركب ورا ستيرنج بدها وقت لحد ما تطلع بالسيارة وتتحرك. إذا حدا وقف قدامها وقوف مفاجئ بدها كمان وقت لحد ما تلاقي اللي وراها إنه خلص تماماً ما في سيارات عشان تتجاوز عنهم وتطلع. بتاخد وقت طويل لتاخد قرار بإنها تتحرك بالسيارة.
هي بتعصب بسرعة من الأشياء بتصير حواليها، حدا عم يضايقها أو حتى مش عم يضايقها، متعمد بالغلط برضه بتعصب. وكمان ما تستبعد إذا وقفت عند الإشارة لقت في وقت طويل فبتزهق، بتلاقي سيارة بنت تانية صفت جنبها عادي بتفتح معها موضوع لبين ما تفتح الإشارة لأنها هي حدا اجتماعي. امرأة العقرب، هذه المرأة ممكن تشوف الخطر عن بعد 1000 كيلو، يعني نظرتها نظرة نسر، بتشوف الخطر عن بعد، بتقدر تحدد وين الخطر وكمان إنها تتجاوزه أو تحاول إنها تتجنب هذا الخطر. بتكون لأنها طول ما هي عم بتسوق مش بس مركزة قدامها، لا بتكون مركزة بكل اللي حواليها، حتى اللي وراها واللي قدامها واللي بعيد عنها كتير، فبتلاقيها قليل ما تخطأ أو تعمل حادث. بروح على امرأة القوس، هاي المرأة مكيفة مبسوطة، المهم أغاني شغالة، عم تاكل، عم تشرب، مروقة، الحياة بمبي عندها، كل أمورها تمام، وممكن كمان ما عندهاش مشكلة تشوف حدا بده مساعدة بسيارة موقف توقف جنبه وتصف لحتى تساعده، وما في أي شيء بالدنيا ممكن يعكر مزاجها. امرأة الجدي، قبل ما تطلع مشوارها بتفتح على اللوكيشن على المكان اللي هي عليه، بتشوف أي طرق فيها أزمة، قديش بدها وقت لحد ما توصل، لأنه بالنسبة إلها السيارة هي وسيلة لتوصلها للمكان، مش متعة أو تعمل درايف في السيارة، لا هي وسيلة، لهيك بتحاول إنها توصل على موعدها، بتشوف الطرق فيها أزمة، فيها أخطار، فيها أي إشي تغيرت، فيها تحويلة عشان تقدر تغير طريقها قبل حتى ما تطلع من البيت. امرأة الدلو، هاي المرأة بتموت على إشي اسمه سرعة، مجنونة سرعة، أعطيها سيارة وخلها تطلع على شارع هايواي عشان تسوق، ممكن تتجاوز حتى الحد المطلوب بالشارع، يعني الحد المطلوب للسرعة هاي بالشارع هاد ما عندهاش مشكلة عادي وتتخالف، المهم إن هي مستمتعة بالسرعة اللي هي ماشية عليها، وكمان بتاكل ألف مسبة من الأشخاص اللي حواليها لأنها هي كتير تتجاوز عنهم، فبتلاقي طول ما هي ماشية ألف سيارة عم تسب عليها. بنروح أخيراً على امرأة الحوت، أهم إشي السيارة مكيفة والموسيقى تبعتها المفضلة شغالة وحياتها رواء، ما في أروع من هيك، ومبسوطة كتير وما بتحب تعصب على بالشارع، وإذا واحد يجاوز عنها تفضل بتقول له امشي عادي، لطيفة جدا حتى بالشارع، ولما يجي حدا كمان حتى لو بده يصف مكانها أو ياخذ المكان هي بده تصفي برضو تفضل تفضل، اللطافة فيها حتى بالسواقة حتى بس تتعامل مع الناس اللي حواليها. هلأ بغض النظر إنه في بنات بتعرف شو تسوق ولا لا، أنا بقول إنه المرأة دائماً تتقن كل إشي بالشغل في العالم، حتى بسواقة هي ما بتخالف قوانين، فمشكلة الرجال معانا إنه أنتي عم تمشي مثلاً عم أهلك بهذا الشارع، أنا بدي أسرع، طب هذا الشارع مطلوب منه مثلاً 60 السرعة، هي ماشية قانونياً، فأنا ما بدي أحرض حدا على حدا، بس إحنا بنعرف نسوق كتير شاطرين. وبهيك بنكون خلصنا فقرة أبراج اليوم، بنشوفكم في الحلقات الجاية، إلى اللقاء يا أصدقاء. شكراً لك ألاء، أهم شيء طلعتنا بنعرف نسوق، إحنا كتير شاطرين، إحنا كتير شاطرين. بتعرفي شو بتعرف شو بحس المشكلة أنا؟ إنه إحنا عادة ما بنفصل زي الشباب، يعني وإحنا بنسوق بنكون عم نفكر ب 100,000 إشي، بنكون عم نعمل 100,000 إشي، مش زيهم هم خلص بكونوا مركزين بإشي واحد، صح. فأنا كتير أوقات بكون بسرح، يعني أنا مشكلتي السرحان. هذا بيأكد إنكم تعرفوا تسوقوا كتير. لا إذا ما كنت سرحانة بكون عارفة أسوق، بس مشكلتي إذا سرحان. يعني موضوع اللي بلشاني بالميك اب على وهي بتسوق، وموضوع اللي بتفتح موضوع اجتماعي مع حدا عادي، هذا يؤكد انه المراه قياديه في السواقه. طبعا ليش؟ لانه عندها تركيز عالي بكل شيء، يعني كيف هي بالبيت تركز مع الاولاد والطبيخ والغسيل وكل شيء والزوج، انت لا حدا تقدر مثلا ماشي، بس هاي السواقه في ارواح ناس تاخذهم معاها مع العواميد مع الشجر عادي. ما في مشكله، بتعرف في شغله، مع احترامنا لكل حدا بسوق السياره، ما بدي احكي حدا اشطر من حدا، هو واضح مين اشطر مين يعني معروف، في تحيز. انا شخص بعيد جدا، يعني اذا بشوف بنت ببعد عن جد، ببعد خلص، بخليها تاخذ راحتها، صح، لانه عادي ممكن الاقيها داخله جنبي بسيارتها، صح، احنا مش زعلانين، ابعدوا عنا، انا هيك باخذ، انا بالسواقه ابعدوا عنا. بس في ناس بتزاحم، بيقول لك هاي ما بتعرف تسوق فبتلاقيه بيزاحم فيها، صح. هذا غلط، بصير يضايقها، صحيح، هذا هو اللي بحكي انا. شكرا لك، لكم انتم كمان، شكرا.